تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن مطيري، افتتح معرض الفن الإسلامي من متحف بارجيلو بفلورنسا إلى الكويت بمناسبة الذكرى السنوية 60 على العلاقات الكويتية الإيطالية. نعم، المعرض يقدم مجموعة فنية منتقى بدقة وبكل شغف بتعاون كويتي إيطالي وبإشراف البروفيسور الإيطالي جيوفاني كوراتولا، وتعكس المعروضات الثروة الفنية الحقيقية للفن الإسلامي الذي يعد أيقونة عالمية للإبداع والجمال على مر العصور. بمناسبة الذكرى السنوية 60 على العلاقات الكويتية الإيطالية، افتتح في دار الآثار الإسلامية معرض الفن الإسلامي من متحف بارجيلو بفلورنسا إلى الكويت برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري. هذا المعرض جاء بمناسبة مرور 60 عام على نشأة العلاقات الكويتية الإيطالية الرسمية التي انطلقت منذ عام 1961، ولتعزيز وتعميق وتوطيد هذه العلاقات الطيبة في المجال الثقافي احتضننا هذا المعرض الذي يعتبر بحق من أقوى المعارض التي تتميز بعرض الكنوز من الفنون الإسلامية التي جاءت في منتهى الإبداع والجمال، وحرف تقنية حرف تقليدية قديمة جدا في عصور مبكرة من الحضارة العربية الإسلامية. هذه القطع التي جاءت من متحف بارجيلو الإيطالي إلى دولة الكويت تستحق العرض، وتستحق بالفعل أن تكون دائما معززة مقوية للعلاقات الكويتية الإيطالية كما هي مع بقية الدول الصديقة. مجموعة مقتنيات الفن الإسلامي القيمة في متحف بارجيلو تعتبر شهادة على العلاقات القديمة بين إيطاليا والعالم العربي، والمعرض يعزز ويدفع بالجهود المتنامية للتطور والتوسع في العلاقات الثقافية والفنية والتراثية الوطيدة بين البلدين الصديقين. شكرا جزيلا، نحن هنا لافتتاح المعرض المخصص للمجموعة الإيطالية للفنون الإسلامية العائدة لمتحف بارجيلو من فلورنسا. هذا المعرض المقام للاحتفال بمرور 60 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والكويت. أشعر بالفخر لهذا المعرض المقام للفنون الإسلامية في مركز الأمريكاني، والذي سيكون متاحا للعامة لمدة شهر. مرة أخرى أنا سعيد لهذا المعرض الذي يقام بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والكويت. المعرض يعبر عن صورة حية من صور عمق الصداقة والعلاقات بين الكويت وإيطاليا، التي التقت هذه المرة حول إحياء وعرض الفنون الإسلامية الباهرة، ودليل تاريخي شاهد على دور الحضارة الإسلامية في ركب الحياة الإنسانية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.